عيد الميلاد نعود إذن لنذكر بأنه هذا العام سيقام القداس في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقبل لحظات كنا قد انفردنا بعرض لقطات حصرية من قلب القاعة التي ستستقبل هذا القداس بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. هذا القداس الذي سيحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد عام واحد من الدعوة التي سبق وأن أطلقها في مقر الكاتدرائية المرقسية بحي العباسية، عندما وجه الرئيس السيسي دعوة ربما تحمل في طياتها دلالات مرتبطة بمفهوم المواطنة الذي يتعين أن يرسخ. كانت الدعوة بأن يقام أكبر مسجد، وهو مسجد الفتاح العليم الذي تابعنا حتى في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخطة التمهيدية أو لافتتاح التمهيد الأولي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. تابعنا الجانب من الإنشاءات الذي تم في هذا المسجد، وكذلك جانب من الإنشاءات التي تمت في مقر كاتدرائية ميلاد المسيح. لكنها في هذه الأيام سيتم افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح عبر قداس عيد الميلاد لهذا العام. هذه الكاتدرائية التي يتم بناؤها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات المدنية التي تقوم بعملية التنفيذ.